في البنات على جوع عرفتو تخرجت واحد العجاج ما وصلت بالموطور تشحبت عرفتو راه واحد العجاج انا جايه وهو كيدفعني وعماني العجاج في عينيا ما لبستش نظاظر عرفتو شحال نقول لكم انا كانت من صاحبتي وصلت القصاريه وكنتسناها تجي باش ندخلو جوا لا اله الا الله دغيا دغيا تقلب الجو في الصباح كان الجو زوين حتى ديك مورا العصر هو يتقلب صافي البنات قضينا الغارات في القصاريه تقدينا داكشي اللي بغينا وخرجنا هنايا جينا للمدينه السنتر كانت الدنيا خاويه الجو تقلب صافي هنا قربت الشتاء تبدا تصب يعني غير رجعت حدا القصاريه هزيت الموطور وبدات عليا الشتاء ايوا البنات يلاه رجعت من الزنقه شدتني الشتاء تبارك الله عرفتو فاش خرجت كان العجاج 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 وهذا هو البرد بحال ديال الشتاء وكاينه ريحه الشتاء بحال قريبه غير هنا في النواحي ايوا والمهم ودرنا شويه هو هذا العجاج غير انا درت ماش الموتور يلاه تمشيت واحد شويه وجات الشتاء تبارك الله الله يعطيها لينا على قد النفاه المهم البنات انا هنا جيت فيا الجوع ما تغديتش مزيان ما كليتش الكسكسو وقلت بلاتي غادي ندير واحد البيضه بيضه وحده وهذا عرفتو فاش غنقول لكم بلاتي صافي البنات هنا درت واحد البيضه بيضه وحده وفرماجه وحده شويه دلانشون وحكيت واحد شويه ديال الفرماج احمر غادي نطيبهم هما الاولين ناكلهم ودرت واحد شويه ديال الحليب الفيض نصايب هو عرفتو راه صافي جيت كنتعاد بالجوع حيت الصباح ما فطرتش قلت زعما باش ناكل الكسكسو ساعة ما كليتوش ما عنديش ما عرفتش واش حيت مروحة جاني باسل واش ما عرفتش المهم ندير ساندويتش ناكل ونحمد الله وغادي نوريكم اشنو تقديت اشنو خديت من برا باش تخديت شي حاجه ما بقى عندي ما البيت الكراولي كاملين ما بقاوش تيقدوني وخاصه ني شي جاكيطه ديال البرد ايوا مشيت شريتها مشيت شريت شي حاجه ماما قال لي كنت داكشي اللي شريت صافي كنت كاع ندير الملح حيت الفرماج مالح والفرماج الاخر مالح كان شنو حتى هو بلاش الملح ما صليتش المغرب باقي ما توضيت بحيت حوايجي ما والو قلت غير نعتق بعدا راه نبقى نصلي ونفكر في الماكله اللهم ناكل بعدا حيت الجوع في الكرشي حتى راه جيت كنت كنتعب بالجوع كيما صافي ظهرت هنا بارك هذا الحليب يدنا هي ما يصفي هذا الشيء يدير الجو صافي هي قهوه
ديرتيه شي ناكل ونرجع معكم البنات نكمل باش نختم معكم الفيديو نوريكم المشتريات اللي شريت وهانتوما معايا. يلا نمشي ندير كاسكروت ونرجع معكم. صافي هنا البنات درت كاسكروت وقلت والله حتى نشارك معكم هاد الكليسه هادي. يلا فرشناها حيدنا داك الفوطوي اللي كان مفرش بلا موطارد الى عقلتو عليه في الايامات الاولى. المهم البنات اللي متبعيني راه عارفينو. صافي ودارت الوالده هادو خفاف راه غير الفرشيه البنات ولكن زوينين. دارت هاد الطليمطات هادو هاد المخدات هكا ودارت داك الموكيط ودارت هاد الطاجيرات هادو كيصايبهم ليها ما عرفتش واش النجار ولا والله ما عرفت. المهم زوينين حتى هما كيعطيو منظر زوين. وهذاك الموكيط هو يلاه شريته ايوا صافي. و السيد اللي صايبات عنده هذا عطاه هذاك الطريف ديال الزريبيه داك الصغيور اللي بقى كان شاط ليه من شي حاجه وقال لي غير ديه. صافي ودرناه في هذه البليصه هذه. هذه راه بلاصه الفريكو غير تنبغيو نخدمو عاوتاني الفريكو دابا في البرد راه كنطفيوه وغادي نحيدو هذاك الطريف ديال البونش. المهم كيقولوا لي كي جاتكم الكليسه وبدلنا المرايه اللي كانت هنايا ديال العود ودرنا هذه هاد الذهبيه هذه حتى هي جات مع هاد الكليسه هذه ايوا وصافي. ودوك الطاجيرات قولوا لي كيفاش جاوا جاوا زوينين ايوا الحمد لله. هاد الشيء بسيط وزوين خاصه واحد الطبيله ان شاء الله تنصايبوها. ايوا وشفت هاد العيبه هذه ديال هادي فاش كنحطو هادشي ديال لحدا المرايا شراتها الوالده يمكن حتى هي غير يلاه شراتها. المهم يلاه شفتها هي وهادي ديال الصابونه عجباتني فيها السيليكون من التحت كتلصق في لافابو. شفتو لافابو عندنا حنايا لاصق غير في الحيط ديال التراب ومع داير بحال هكا بحال محدور كتحطي فيه شي بارتيه ديال الصابونه دائما كتزلق وكطيح. صافي البنات هاني جيت هنايا بغيت باش نوريكم المشتريات اشنو شريت لراسي واللي ليها ليها الرحمه ورجع في الله. صافي ما كنقولوا ما نكثرش نشرب ولكن راه ما بقيت صافي حتى ما بقى عندي ما نلبس نسيت جاكيطات داكشي ولكن داكشي قديم بحال شحال هذه ما خديتش ما شريتش. المهم هنا البنات غادي نوريكم هاد الجاكيطه هادي خديتها على قبل الموطور وعلى قبل من هكا زوينه هي دوفاس هانتوما هكا قلت هكا غنبقى نلبسها مع الجينات على دوفاس الجينات شي سروال كحال بحال هكا وفيها هاد القص هدا اللي فيه لوينات بغيت تلبسي معاه شي سروال في البيج في المارو في خزي. راني خديت ليها واحد جوج سراول شتو شتو الفاس لاخر كي داير عرفتي زوينه وسخونه مع دايره بحال الباج سخونه وخا خفيفه سخونه وبلا كنت غير لبستها الملمحة شتو فيها الجبيبات هنايا هاهوما طلع على برا شتو هانتوما زوينه شتو اللوين ديالها كي داير هاهو داك بلوغوا ولا ما نعرف سميتو بلوغوا يمكن هانتوما وفيها الجبيبه تاني من هنايا شتو زوينه وسخونه واهم حاجه خفيفه وخا هكا شوف عندك الجاكيطه كي راه كتوصل حتى لحد المهم كضرك غير شويه ما وصلش الركبه ما عرفتش غادي يبان لكم هنا. المهم كتوصل حتى فوق الركبه فوق الركبه. المهم هكا فيها هاد السنيسله هادي بهاد الشكل هذا باش الا بغيتي باش الا قلبتيها كتعاود تقلبو السنيسله شتو. المهم هادو شتو شفناهم العام الفايت كانوا غاليين كانوا دايرين العام الفايت 500 درهم حيت حنا هنا السلع في ورزيدر كتكون غاليه حيت الطريق وكيمشيو حتى لكازا وكيزيدو علينا المهم شويه ولكن ماشي مشكل حيت كيطلقونا الدراري. ايوا العام الفايت قلت لك 500 درهم وهذا العام خلاها لينا ب 400 درهم اخر ثمن وبزز بزز 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 400 درهم اخر ثمن 400 درهم 6000 ريال. صافي ها هي الحدايا وخديت معاها يا البنات هاد خديت معاها فين هي او خديت معاها هاد البوتس هكا مقطنين من الداخل عندي خوف الكحل وعندو دوك القصار كاينين دوك القصار انا ما بغيتش القصار بغيت هادو حيت شريت الكولونات باش يجيوني مع الكولونات مزيان شفتو كي داير من الداخل
سخان هادو حق الله عرفتو واعرين وفي المشيه مريحين وسخان. ها هما خديت هذا في هذا اللون هذا ما عرفتش كاع كي داير، ماشي مارو وماشي بيج ما عرفتش كي داير هذا اللون، خديته حيت فيها هذا اللون هذا فيها قريب ليها، المهم فيها واحد اللون شي شويه قريب ليه. ها هو اللي كيدير لكم، ها هو شويه المهم غيجي معاها وغيجي مع سروال كحل بحال هكا. وعندي ديجا الكحل في هذا، عندي الكحل في هذا في هذا الخوف الكحل اللي طويل بحاله، وعندي القصير عندي الكحل ثاني قصير. ولكن دابا راه في هذه الايامات انا ديال البرد راه كنلبس غير هذا، ما تنفيق كنلبس اما كطمي اما بيجامه سخونه، وكندير عليها الجاكيطه ولا مونطو والبانطو، فما كنلبس كاع بزاف هاد لي بوت وهادشي غير الا كنت خارجه، اما بالنسبه للخدمه ما كنلبسش هادشي. حيت كنوصل الخدمه كنحيد في الصباح، كنبغيت انا نخرج كنبدا ثاني نلبس ولا تحيد لبس وفيه عرفت هادشي اللي كيكون هكا. لبست جاكيطه لبست تريكو نسقي وكادي وتركبي ثاني في الموتور تمي جايه صافي. شريت معاهم هاد السروال هذا كولون في البيج، هادو مازال ما المهم درت معاه غادي نقيس نشوف لاطاي كي دايره واش غيجيني وغادي نرجعو ليه الا ما جاش قدي غادي نرجعو ليه. هو راه كيتيره هانتوما شتو وصحيح وغليظ وزوين، المهم صحيح هو صحيح داك تجين رقيق تجين كولون. او شتو كي داير مغلوط وهنايا القدام فيه هاد السيل هذا ما فيهش الجياب وما فيه لا سلسله لا والو، واي كولون وفيه هاد البنده هادي صحيحه ديال سميتو. نشوف النمره اللي عطاني، عطاني 44 44 هي الطيل الكبيره اللي بقات عندهم. قلت ليه نشوف، المهم غادي يجيني مع هاد الجاكيطه من قلبها حيت فيها البيج، هانتوما راه كتنسق مع هادي فيها البيج مع داك البوط. وشريت كولون اخر في الخزي حيت خاصني الخزي، عندي المارو وعندي البلو مارين وعندي الكحل في الكولون بحال هادو، وخاصني الخزي وخاصني البيج. شتو هذا كي داير حتى هو، ولكن هذا ما غليتش بزاف رقيق وما كيتيرهش هذا. المهم هادو بجوج قلت حتى نجربهم ونشوف شتو. المهم السراول بجوج خلاهم ليا 120 درهم الواحد، قال لي 130 ونقص لي 10 دراهم صافي. هادوك هما الاثمنه حتى ديال الجينات هنايا فورزازات داكشي، كانوا واحد الوقيته قبل ما تزاد السلعه كيقول لك 120 130 كيخليهم لك اخر ثمن 100 درهم. دابا ما بغاش واخا زعما كليانات ديالو انا وصاحبتي وكانت قداو من عنده داكشي، ولكن قال لك هاد الخطره قال لك السلعه صافي غلات من بلاصتها ما يمكنش ليا. والكريدي كندير الكريدي نكذبش عليكم، ماشي كنخلص هادشي دقه وحده حيت لا اله الا الله محمد رسول الله شحال كاع باش كتخلصوا الا جيتي، وانا راه ما كنشريش بزاف راه كنشري مره في شحال. ايوا صافي مشيت عند مول ماكياج البنات حيت كان خاصني دي ميلو شحال هادي ما عنديش، كنشري داك لاخر بحال نيت هذا كيكون في قرعه بيضاء يا اما داك الخضر يا اما الابيض كناخذ، وكيدي لي هذا ديال ليتر وكيدي لي وزوين ما سا ما لقيتوش عندهم. هذاك كناخذو ب 30 درهم هذا الخضر، لقينا هذا ديال الكيراتين قال لك هو اللي كاين خلاه ليا ب 35 درهم مازال ما جربتوش اول مره حيت شحال شي شهرين دابا باش سالي ليا دي ميلور وما كان ريحته بعدا زوينه وما عمرني ما بقيتش كنديرو صافي بحال حسيت كشعري كينشف اللي كنغسلو تيجي صافي. وخديت هاد الحك هذا كينفعني، هذا كينفع القطيصه ديال بنات الفازلين ديال الطبيعي ديال الفرماسيان ديال باغا فارماسي كيبيعو مالين ماكياج حتى هما راه فيه يمكن نص كيلو يمكن اللي فيه ولا ما عرفتش شحال. بلاتي نشوف زوين هذا الطياب ديال الدراري الصغار زوين اليدين زوين، المهم واعر هذا وراه فيه راه اقتصادي 40 درهم خديته ب 40 درهم. هذا كيدي ليا كنعمر فيه قريعه صغيره بحال هكا نبقى نديها للحمام ولا الخدمه ولا كنديرها معايا في صاكي، وهذا كنخليه هنايا في الدار كلشي كيدير منه صافي. راه كيدي هذاك 40 درهم. وخديت واحد القلم ديال الحجبان هذا اللي لقيت عنده ما لقيتش الاخر، هذا اللي لقيت قال لي هادو اللي بقاو في المارو خديته غير ب 5 درهم يمكن حيت كلين واش تا القلمات ثاني نقصو منهم، قال لي لا راه هادو هكا تيكونوا قد هكا. قلت ليه حيت انا كان عندي واحد كبار من هذا
راه ضروب ليا. يلاه دابا بقى فيه تقريبا قد هكا نص، ماشي نص شويه، حيت هذاك كبر من هذا. وخديت هاد الماسكارا هادي زوينه، هادي الشيته ديالها زوينه، واخا ما كنديرهاش، المهم غير هانتوما شتو الشيته ديالها كي دايره. هادي خلاها ليا ب20، قال لي 25 وخلاها ليا ب20. صافي هادشي اللي كاين البنات. ايوا نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، وبدلنا شويه من داكشي اللي مولفين كنديرو دائما. يلا خليت لكم الراحه، وفي امان الله، وبسلامة عليكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. ونتمنى التشجيعات ديالكم واللايكات ديالكم، ديروا لي اللايكات الله يحفظكم، وتعاونوا معايا باش نحركوا هذه القناه شي شويه. يلا خليتكم على خير، نمشي دابا نقيس هذا السراو لهذا المشوف باش الحيط درت معايا ما قدونيش، غنرجعهم ليه. يلا بسلامة عليكم.